الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يتجدد اللقاء بنا أيها الأبطال، أبطال الصف الأول، مع درس جديد، ألا وهو شوال وشهر رمضان. وبعد أيام قليلة نستقبل هذا الشهر المبارك. أولا أيها الأبطال، لا بد أن نقرأ الدرس أولا قراءة جيدة، فنبدأ بقراءة الدرس ونقف على بعض الظواهر اللغوية. فواز وشهر رمضان، هنا طبعا تنوم بإيش يا أبطال؟ بالضبط. علمتي تأيش يا أبطال؟ نعم مفتوحة. الأسرة بدخول شهر رمضان ففرحت. طلب فواز من أبيه، طبعا آخرها هاء في آخر الكلمة، ما اسمها هاء مضبوطة، هاء في آخر الكلمة، التاء المضبوطة والهاء المضبوطة، تاء مربوطة أما هاء في آخر الكلمة، تاء مربوطة أما هاء في آخر الكلمة. طلب فواز من أبيه أن يصوم معهم. قال الأب ما تزال صغيرا. تنون بإيش هذا يا أطفال؟ تنون بالفتح. نزيدوا إيش يا أطفال؟ ألف. نعم إن شاء الله عليكم. يا بني رد شد أستاذ شد ودف رد فواز، تنوين بالضم، قائلا. طبعا الإي في وسط الكلام يا أستاذ، قلنا الألف يا أستاذ إذا كانت مكسورة، الكسرة هذه يا أستاذ تجعل الحرف يأتي له بإيش؟ الكرسي تجلس عليه. فإذا همزة على ياء، قائي همزة على سن يا أستاذ، قائلا، وتنوين بالفتح زدنا إيش يا أطفال؟ ألف. أرجوك أرجوك يا أبي دعني، شد واحدة بس تكون دعني، مد بالياء، أحاول. فقال الأب حسنا، تنون بإيش يا أطفال؟ نعم بالفتح. يا بني هيا بنا يا أطفال نستمع أيضا مرة أخرى إلى هذا الدرس. ففواز وشهر رمضان. علمت الأسرة بدخول شهر رمضان ففرحت. طلب فواز من أبيه أن يصوم معهم. قال الأب ما تزال صغيرا يا بني، رد فواز قائلا أرجوك يا أبي دعني أحاول. فقال الأب حسنا يا بني. هيا بنا يا أطفال نكمل درسنا ونكمل قراءة درسنا. استيقظ، ألف أول الهمزة ما عليها، ألف أول الكلمة ما عليها همزة إي، ألف أول الكلمة ما عليها همزة إي. استيقظ فواز بالضم وتناول وجبة أسا أسا، لم إيش يقال؟ لام شمسية ما شاء الله عليكم. السحور مع أسرته وبعد ذهابه إلى المدرسة، لام قمرية وتاء مضبوطة يا أبطال. شعر بال، طبعا الباء هذه يا أستاذ تلغي الألف إن كانت لام قمرية، وتلغي الألف واللام إن كانت لام شمسية، الباء والفاء والواو. بالجوع بالجوع، وهي وال ما نقولش وال لا والعطش والعطش، هاي الفاء كمان يا أستاذ، أدي الباء وأدي الواو وأدي الفاء، جوب الثلاث الثلاث أحجب في ثلاث كلمات متتالية. شد تسيب الألف فتا فتاجها فتاجها إلى إلى، ألف مقصورة يا أستاذ، المقصفي المقصفي. وش الألف الواو يا أستاذ ما قلنا طيب من الألف، ألف ما عليها همزة وكلمة إي. واشترى واشترى، ألف مقصورة أيضا نصف آخر الكلمة. وجبة وجبة، غذائية آخر تاء مربوط، مد بالألف والهمزة هنا يا أستاذ على كرسي لأنها مكسورة يا أبطال، مكسورة يا أبطال، يا لا قلنا الكسرة هذه قوية يا أبطال، الكسرة هذه قوية.
تجعل إيه؟ تجعلهم يأتون لها بإيه؟ بالمقعد تجلس عليه أفضل. وأكلها وبعد عودته إلى المنزل أخبر أباه بال الألف مرة تكنا يا أستاذ بالأمر بالأمر فقال له الأب في مد الياء العام مد الألف ولام قمرية القادم لام قمرية ومد الألف القادم ستكبر إن شاء الله وتصوم مد بالواو معنا مد نستمع أيضا يا أطلال إلى قراءة مرة أخرى فلتتتبع أيها البطل في كتابك حتى تسمع هذه القراءة. استيقظ صواد وتناول وجبة السحور مع أسرته وبعد ذهابه إلى المدرسة شعر بالجوع والعطش فاتجه إلى المقصف واشترى وجبة غذائية وأكلها وبعد عودته إلى المنزل أخبر أباه بالأمر فقال له الأب في العام القادم ستكبر إن شاء الله وتصوم معنا. نعم الآن يا أبطال هيا بنا إلى نشاط لا بد وأن نعي جيدا وننتبه جيدا لهذا النشاط. النشاط هذا يتعلق باللام الشمسية واللام القمرية. باللام الشمسية هذه هي الشمس وهذا هو القمر. هيا بنا يا أبطال نفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية. هذه الشمس فيجب نفكها اللام الشمسية وهذه اللام القمرية. اللام الشمسية يا أبطال بيكون عليها شيء ما عليها شيء بس الحرف اللي بعدها عليه أبطال عليه شدة. أيوة اللام الشمسية ما عليها شيء وما بعدها عليه شدة عليه إيه شدة. أما اللام القمرية عليها سكون والحرف اللي بعدها عليه حركة فقط فتحة أو ضمة أو كسرة. والحرف اللي بعد اللام القمرية عليه فتحة أو ضمة أو كسرة. طيب يا أبطال اللام الشمسية بننطقها ولا ما بننطقها؟ ما بننطقها يا أستاذ. طيب اللام القمرية بننطقها؟ نعم بننطقها. طب اللام الشمسية بنكتبها؟ نعم هذه تكتب وهذه تكتب. إذن اللام الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية يا أبطال أن اللام الشمسية لا ننطقها نكتبها ولا ننطقها. أما اللام القمرية ننطقها ونكتبها ننطقها ونكتبها. إذن يا أبطال يتفق الاثنين أنهما يكتبوا. أما الفرق في النطق والحركة النطق والحركة اللام الشمسية لا ننطقها أما اللام القمرية ننطقها. اللام الشمسية ما عليها شيء اللام القمرية عليها سكون. الحرف الذي بعد اللام الشمسية عليه شدة. الحرف الذي بعد اللام القمرية عليه فتحة أو ضمة أو كسرة فقط. هيا بنا يا أبطال نأخذ بعض الأمثلة. أكمل كما بالمثال الأول. تعال نشوف المثال الأول. يومو حطنا الألف ولام يا أبطال. اليوم انطقها الأول جرب تشوفها. اليوم نطقت اللام نعم إذن عليها سكون ولام قمرية. هذه لام نوع القمرية. مثال الثاني يا أبطال شجرة هي بطل. انتبه جيدا انطق شجرة حط الألف ولام الشجرة. ينفع نقول يا أستاذ الشجرة؟ لا يا أستاذ ما يصلح. الألف واللام والتنوين لا يجتمعان في كلمة واحدة. الألف واللام والتنوين لا يجتمعان في كلمة واحدة. ال مع التنوين لا يجتمعان أبدا. هذا يضرب إما هذا أن يستمر أو هذا أن يستمر. أيهما تراه هو يستمر؟ هنا يا أستاذ هنا التنوين يا أستاذ موجود تنوين الضم. طب لو حطنا ال نشيل الضمة هذه يا أستاذ تضربها ترميها برا الكلمة تماما تبقى أشا. هنا في فتحة يبقى لابد أن يكون شدة وإيه شدة وفتحة. إن كان هنا كسرة يبقى شدة وكسرة. إن كان ضمة شدة وضم على حسب الحرف اللي بعد ال هنا الضالة حسب حرف.
هنا فتحة يبقى شدة وفتحة. اللام نحط عليها شيء ما حطنا عليها شيء. الكلام ايش يا أبطال؟ لام شمسية أبطال والله ما شاء الله عليك ممتازين. كلمة اللي بعدها يا بابا أطفال. وإن يا أستاذ التنوين أول شيء نأخذ جزء من التنوين نبي برا، نأخذ نص التنوين نشيله بالكلمة. طب حط لها آل يا أستاذ. الأطفال نطقت ولا ما نطقت يا أستاذ؟ قلت آل ولا قلت أط على طول؟ ها قلت آل يا أستاذ، نطقت اللام يبقى لام إيش؟ نحط عليها سكون ونسميها لام إيش؟ القمرية. آل إيه؟ قمرية. تعال شوف كلمة بعدها يا أستاذ. حديقة. أول شيء إيه؟ نعم أسمعكم. نأخذ الضمة الزيادة بتاعت التنوين نرميها في الخارج ونجيب آل. اقرأ كده يا أستاذ. الحديقة نطقنا اللام. نعم يا أستاذ. نحط عليها إيه؟ سكون. نعم حط عليها سكون تبقى اسمها ال ايه؟ القمريه. عليها سكون وبننطقها. القمريه عليها سكون وبننطقها. تعال يا استاذ هناك امثله اخرى فلنتابع مره اخرى، ولكن هنا نتوقف قليلا مع اخر كلمتين. تعال نشوف سعيد. اول شيء يا بطل شيل ضم شيلها انطق ال. السعيد ما تصلح يا استاذ. السعيد الس نطقت اللام؟ ما نطقت اللام يا استاذ. يبقى نحط ايش على الحرف اللي بعد اللام شده يا استاذ، وهنا فتحه يبقى شده وفتحه، وتبقى اسمها ايه يا بطل؟ لام ايش؟ لام شمسيه ما عليها شيء، والحرف اللي بعديها عليه شده. لام شمسيه ما عليها شيء، الحرف اللي بعديها عليه شده. ما شاء الله عليكم. عصفور. اول شيء ناخذ التنوين بضمه واحده بس ونحط ال. العصفور يا استاذ نطقنا ال يا استاذ، نحط عليه اسكون ونطقناه تبقى لم ايش يا بطل؟ قمريه. ما شاء الله عليك بطل. تعال نقف هنا بقى يا بطل. الوقفه هنا شفت هذا الخط؟ جعلته كبير حتى تلاحظ. لطيف. خلي بالك في لام يا استاذ، لو حطيت ال نقول ال لطيف تصلح يا استاذ؟ تصلح نقول ألطيف؟ ما تصلح يا أبطال. طب تعال نقولها ألا. طب شدة يا أستاذ، نحط الشدة وين يا أستاذ؟ إذا هنا في شدة تبقى لام إيش يا أبطال؟ لام شمسية. شوف يا أستاذ أل، إحنا نضيف أل بس، نضيف أل. إذا شدنا اللام؟ نعم. إذا يا أستاذ أي كلمة هنا تبدأ باللام زي لبن، لحم، لوحة، لون، حطينا له ال هنا نكتب لامين يا أبطال، لان اللام شمسي لام ننطقها ولام ما ننطقها. اللام اللي هي على حركه بننطقها، واللام الشمسيه ما بننطقها. الا لاحظ يا بطل الا طيفو لام شمسيه. تعال نجيب كلمه اخرى يا استاذ. لحم. قلنا يا استاذ اول شيء لازم ناخذ جزء من التنوين نشيله وبعدين نحط ال. حط ال الاول تنطق الا. شديت يا بطل ولا ما شديت؟ شديت. يبقى في لام شمسيه، يبقى في لام زيت، يبقى كم لام يا بطل؟ اثنين لام. اثنين ايش؟ لام. اثنين لام اللحم. ولام ايش؟ لام شمسيه. لابد ان ننتبه لهذه يا ابطال، نبتدا بلام هذه يا استاذ. لو قلت لها لام تصير لام ايش؟ شمسيه، لان اللام من الحروف ايه؟ من حروف اللام الشمسيه، حروف اللام الايه؟ الشمسيه. هيا بنا يا ابطال مع الإملاء. كل واحد فينا يا بطل يفتح دفتر الحين ويبدأ في الإملاء الاختبار، تسمع مني وتكتب وترسل لي الإملاء حقتك ونشوفها. ماشي يا بطل؟ وأعلم أنكم جميعكم أبطال، ما شاء الله عليكم. نبدأ يا بطل في الكلمة الأولى. طلب. طلب. نعم. هجأ قطع الكلمة. طلب. طلب. فواز. 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 خلي بالك يا استاذ في شد في مد الألف وفي تنوين. فواز. من. من. حرفين بس من. من. هنا بطل. نعم. أبيه. 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 ها آخر كلمة. نعم نعم.
آخر الكلام مثل التاء المربوطة بس ما عليها نقاط. أبيه أن 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 يصوم يصوم مد بإيش يا بطل؟ نعم مد بالواو. يصوم يصوم معهم 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 شهرا. خلي بالك يا بطل شهر تكون شهرا شهرا. رمضان رمضان نعم رمضان نا التنوين يا أستاذ ما يصلح نقول نا ولا ني ولا نو. أما النون تصلح نقول نا وني ونو زي فواز ونو ما ينفعش نقول فواز ونو. النون بتاعة التنوين يا أستاذ مقفلة مرة واحدة تكون بس. أما النون من أصل الكلمة يا بطل الفرق لابد وأن النون تأخذ فتحة ضمة وكذا. أما التنوين يأخذ فتحة ضمة ما ينفعش نقول فواز ونو نو ولا فواز ونوي كده ما تصلح نحط عنه هنا حرف. يبقى رمضان ورمضان ورمضان تصلح الحركة. إذن النون تأخذ الحركات أما التنوين ما يأخذ الحركات حقيقة ما تأخذ أي حركة سوى السكون لأن التنوين هو نون ساكنة آخر الكلمة. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.